السلام عليكم، انا اسمي وليد وكنت موجود النهارده يوم السبت 1 اكتوبر بعد جمعه 30/9 اللي هي جمعه استدراد الثوره، واعتصمت هنا في الميدان من امبارح بالليل. ما مشيتش زي اللي مشوا، وكانت الامور كويسه الصبح ومفيش اي مشاكل. على الساعه حوالي 9 الصبح كده اهوت جت يعني واحده من الشرطه المدنيه العاديه يعني، وقالوا احنا شرطه ازاله وهنطلع البياع الجائلين من الميدان. فاحنا قلنا لهم خلاص انتوا شوفوا شغلكم، احنا كده كده اصلا مضرورين من الناس ديت بسبب سوء سلوكهم وبلطجتهم. بدات بقى المشكله لما جم على خيمه، هي خيمه وحيده في الصينيه هنا اهوت، وجي اللواء قال انا عايز اشيل الصينيه الخيمه ديت. عايز تشيلها ليه؟ هو كده لا، مفيش حاجه اسمها هو كده، انت لازم تقول في سبب. احنا قاعدين معتصمين، الدستور بيدينا الحق في الكلام دوت، سلميين ما بنتعرضش لحد، الخيمه ديت مش في الشارع، ما بنعرضش المرور لاي اعاقه. قال لك لا برضه هشيل الخيمه. قلت له حضره اللواء بلاش تعمل مشكله من حاجه صغيره او حاجه ملهاش قيمه وهتصعد المشكله. قال لي برضه هشيلها. رد واحد جنب مني قال له طب يا حضره اللواء انت هتعمل ايه في ال 4000 اللي هيجوا النهارده يعتصموا اللي هم مصابين الثوره واهالي الشهداء؟ لقينا اللواء دوت في لحظه ارتبك وبص لكل اللي معاه اتكلم. مفيش 10 دقايق لقينا المنظر اللي كان موجود دلوقتي من عربيات الامن المركزي، دخل من عند القصر العيني، راحوا جايين مجرشين 11 لتلت بالظبط، يعني بعد 10 دقايق او نص يعني ربع ساعه من وقفتهم بداوا دخلوا صينيه الميدان عباره عن مسح وكسح، وجروا كل الشباب هنا هوت لحد المتحف المصري، رجعوا تاني لحد هنا هوت في الصينيه، لفوا عملوا دايره عليها، وبعد كده راحوا جايين اقتحموا تاني شارع طلعت حرب، لدرجة ان الشباب والله العظيم انا شفت المنظر ده بعيني عند اللي بيبيع الصحف هناك، ده كانوا شايلين مصاب حالته خطيرة جدا والله العظيم، اجبروا الشباب وهم بيجروا ان هم يرموا المصاب من ايديهم وافتروا عليه وراحوا جايين شايلينه من على الارض. ساعتها انا شفت المنظر ده العميد من كتر ما هو يعني جه على المصاب دوت، واحد ضربه بقالب طوف في دماغه كبير قد كده، والشباب قعدوا يهللوا ويقولوا الله اكبر على اللي حصل دوت. بدات بقى وحدات الامن المركزي تتمركز على كل على ثلاث اطراف من الشوارع طلعت حرب، شارع التحرير وشارع محمد محمود هنا اهوت، وفضلوا متمركزين بتاع حوالي مرتين او ثلاثه يعملوا كر وفر مع الثوار من غير اي داعي، وكلنا ايه والله ما نزيد عن 50 او 60 واحد، مجموعه ما بت لا يعني ما بت لا بتهش ولا بتنش، وفي حالها واقفه بتعمل يعني هتافات عاديه جدا ما بتسيش لاي حد. النتيجه دلوقتي احنا الساعه دلوقتي وصلنا حوالي هو 3:15، الامن انسحب من 10 دقائق لما الشباب رجع تاني الميدان وكتر وقعدوا يلفوا حوالين الصينيه مرتين ثلاثه. الامن عجز ان هو يحاول يستخدم القوه او ان هو يفضهم، عجز، لان انا اقول عجز ليه؟ لان هو لقى ان الشباب بيكتر، لقى الشباب بيزيد، فحس لحظه من فضلك، لقى ان العدد بيكتر فكانت النتيجه ان هو انسحب. السؤال بقى طب من الاول ليه؟ ليه من الاول كل الاذيه ديت؟ ليه الاعتقالات اللي حصلت؟ ليه الاصابات ديت؟ ما فيش حاجه من ديت، دي افتراء، لان احنا كنا واقفين في قلب الصينيه واحنا اللي بننظم المرور من امبارح بالليل، يبقى ازاي ان احنا هنوقف الطريق؟ والشاهد على كده يعني كل الفيديوهات اللي موجوده على الانترنت، احنا اللي بننظم المرور يبقى احنا اللي هنوقف الطريق؟ دي تلكيكه خايبه ومفروض ما يعني ما تجيش من رتب كبيره وناس في الشرطه. السؤال بقى برضو التاني، نهائي اقسم بالله نهائي. انا عايز اقول، انا هقول لحضرتك على حاجه، هم الناس ديت عندهم فلسفه غريبه قوي، هو كل ما يلاقي العدد قليل في الميدان يجي ويعمل علينا البلو دوت. عشان كده انا بقول بس الشباب 25، طالما ان انتوا بتقولوا مليونيه يلا بينا مليونيه، خليكم جد شويه وفضلوا في الميدان ما تسيبوهوش، ولو قلنا اعتصام يبقى تعتصموا بجد، مش تورطوا المجموعه اللي بتبات هنا اهوت وبنسمع الاهانات والكلام الجارح اللي احنا بنسمعه من الناس، وان انتوا ماجورين وان انتوا مدفوع لكم وان انتوا وانتوا وانتوا. احنا عايزين نقول يا جماعه يعني يعني همه شويه يا شباب 25، الميدان لسه محتاج لكم والثوره مستمره، واذا كان في وعود بتقول ان الجمعه الجايه يوم اللي هي يوم 6/10 او 7/10 على حسب لو الاحزاب السياسيه ما اتفقتش مع المجلس هينزلوا وقفه ثانيه، ده ما يمنعش برضو ان احنا ممكن لازم نفضل في الميدان نمهد ونجمع نفسنا. يا شباب 25 ما تسيبوناش لوحدنا اعداد صغيره، اللي حصل ان هم اكلونا افتروا علينا ده سؤالينا النهارده. مش 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 كل شويه هينزل مننا كام واحد يا جماعه سواء مصاب اصابه خطيره ولا معتقل. انا رحيم من قلب ميدان التحرير من ميدان الشهداء
بقول يا شباب 25 اجدع منكم مش لاقيين، امس حققتوا النصر لمصر واليوم بايدينا نبني مصر، ايد في ايد نبني بلدنا والخير يزيد. الاعتصامات الفرديه مش مطلوبه يا اخواننا، النهارده مصر عامله زي السفينه الكبيره، ان ما عدتش بر الامان هتغرق، عندما تعود السفينه في لفها لازم تاخد وقت. يا اخوانا بلدنا غاليه علينا، والشباب دول هم اللي اشعلوا الشعله الاولى، احنا 30 سنه قاعدين ساكتين نايمين ما كناش نفتح بقنا، لما اضاءوا الشمعه الاولى شباب مصر كلنا نزلنا يوم 28، يوم 28 نزلنا يا جمعه الغضب، الشعب كله نزل وقال كلمته، ولما الشعب قال كلمته الكل العلى وربى رغبته. يا شباب مصر حافظوا على بلدكم، انا يمكن مروح مش قاعد كتير، انتوا المستقبل، شكرا، سلام عليكم.